القطاع الطبي شريحة كبيرة جدا من المصريين بتهتم بهذا القطاع. ليه؟ مفيش حد فينا مش معرض انه يمرض يتعب، ولكن بنخص بالذكر النهارده قطاع طب الاسنان. هكلمكم النهارده عن حدث علمي مميز، وهو يعني اول مؤتمر في مجال طب الاسنان قائم على الحالات العمليه فقط بتواجد رواد طب الاسنان في مصر والوطن العربي كمان. بيقوم المؤتمر برئاسه الدكتور خالد عبد الباسط وبحضور نقيب اطباء الاسنان بدمياط الدكتور طارق الزكي ونقيب اطباء الاسنان بالدقهليه الدكتور حاتم الجندي. المؤتمر هيكون موجود في الدلتا بدمياط الجديده بمركز التعليم المدني على مدار 3 ايام يوم 20 21 22 من ديسمبر الحالي. الهدف من المؤتمر هو مساعده الطلاب والخريجين عشان يقدروا يشوفوا بعينهم الشغل العملي على الحالات ويتدربوا، وده كمان ان في جزء كبير من طب الاسنان معتمد على الجزء العملي، التدريب، ان هم يشوفوا الحالات بعينيهم ويقدروا يطبقوا ده في ارض الواقع. النهارده هيكلمنا عن المؤتمر دكتور حاتم الجندي نقيب اطباء الاسنان في محافظه الدقهليه. معانا على التليفون يا شباب دكتور حاتم. اهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك يا دكتور. انتوا بيقام النهارده على ارض دمياط الجديده حدث علمي في مجال الطب، انا محتاجه حضرتك تكلمني اكتر عن فعاليات المؤتمر وكمان عدد الحضور. النهارده بيقام المؤتمر العلمي الاول في نسخته الاول، حاجه اسمها ماسترز تيم، ودي حاجه متحملها شباب اطباء الاسنان في محافظه دمياط، وده شيء محترم جدا جدا. المؤتمر بيحضره حوالي 600 700 طبيب اسنان من حديثي التخرج. المؤتمر فيه حوالي 32 محاضر دولي ومن داخل جمهوريه مصر العربيه على اعلى المستويات في كافه مختلف طب الاسنان وفي مختلف المجالات. المؤتمر فيه حوالي 12 ورشه عمل عشان الاطباء الجدد يشوفوا بعينهم ايه اللي بيحصل. الاطباء ايضا المؤتمر بيحتوي على حالات لايف شو، بمعنى ان هو هيجيب الحاله وتقعد على يونت كانه قاعد في العياده وتتشاف الحاله لايف وهي بتتعمل، فده شيء جميل. قائم على هذا المؤتمر شباب اطباء الاسنان تحت رعايه نقابة أطباء أسنان دمياط ونقابة أطباء أسنان الدقهلية، ودول من أكبر النقابات داخل جمهورية مصر العربية. طبعا. طيب دكتور حاتم، إيه أهمية المؤتمر في الوقت ده بالذات؟ كمان إحنا معانا على الصور ما شاء الله بجد، يعني دائما المنصورة ودمياط بيعملوا عظمة، يعني أهمية المؤتمر في الوقت ده يا فندم. المؤتمر بيقوم على عمل وهدفه الأول تنمية التعليم الطبي المستمر لزيادة المهارات الطبية عند شباب الأطباء. المؤتمر بيواكب التكنولوجيا والهاي تكنولوجي اللي بتواكب طب الأسنان. طب الأسنان بيتقدم يوم بعد يوم. صحيح. لا ده ساعة بعد ساعة. صحيح. النهاردة حضرتك في المؤتمر هاو تو سكان للاورال كافيتي، ازاي ان انا اعمل اصور الفم ونعمل له سكان عشان ابعته معمل عن طريق ملف يخش يتخرط ويرجع اسنان تاني. دي هاي تكنولوجي، ما كانش موجود الكلام ده. كويس قوي ان شباب الاطباء يشوفوا ويعوا ما وصل اليه العالم في تقدم. صحيح. علم طب الاسنان على مستوى العالم وصلت عندنا في مصر، شيء مبهر وشيء جميل جدا ان يكون في المؤتمر حاجات من مثل هذا القبيل. احدث انواع الزراعات الموجوده، احدث انواع تجميلات طب الاسنان، بيحاضر في هذا المؤتمر اضخم وافخم وقامات طب الاسنان على مستوى الجمهوريه. انا كنت اسال حضرتك ايه اللي بيستفادوا الطلاب الخريجين، ولكن طبعا حضرتك افدتنا بكل اللي احنا عايزين نعرفه والمشاهدين كمان عايزين يعرفوه. عايزه اعرف مين شركائكم في المؤتمر بعيدا كمان عن المنصوره. شركاء المؤتمر دايما وابدا بتبقى مشاركات الشركات بتاع مستلزمات طب الاسنان، لانها بتيجي تعرض كل ما هو جديد، ودي شركات عالميه. الدكتور بيقف في الشركه ممكن تقف تشرح له جهاز،
ممكن تبيع له الجهاز، بيبقى فيه نسبه تخفيض للاطباء عشان اشتراكهم جوه المؤتمر، فالفايده بتعم على الجميع، على الشركات وعلى الطبيب طبعا وعلى المريض كمان يا دكتور حاتم. يعني احنا محتاجين هذا التطور في شتى طبعاً المجالات بصراحه. يعني المواطن المصري او المريض المصري او المريض الاسنان عامه في اي مكان في العالم هو المستفيد الاول، لان طبعاً انا بعلم الدكتور ازاي يواكب العصر. صحيح. عشان ما في حاجات كتيرة ما يكونش درسها في الكلية. مع التطور العلمي المؤتمرات هي اللي بتوصل هذه المعلومات الجديدة. صحيح. لشباب الأطباء خاصة والكبار اللي زينا احنا برضو ما نعرفهاش. فالشركات كل يوم بتطلع تولز جديدة وأدوات جديدة لمواجهة العصر ده، فاحنا مش هنعرفها غير عن طريق المؤتمرات والأيام العلمية وورش العمل وما شابه هذا. طبعا طبعا. وإحنا بنشكرك جدا جدا دكتور حاتم الجندي، نقيب أطباء الأسنان في محافظة الدقهلية.